حسبنا شوفا حصدنا كلنا ولا حد عاش ما تحسبناش الذنب لا مش ذنبنا رحنا بلاش ما تحسبناش يلا بينا نروح. ايه مالك جرالك ايه؟ لا مفيش حاجه. انت بحالات يا ابني ما تقعد شويه. لا احنا ما صدقنا خرجنا خروجه زي دي. انا ماشي. استنى هنا رايح فين؟ كلنا هنقوم مع بعض. طب اروح انا معاه؟ بقول لك كلنا هنقوم مع بعض. يلا يا اولاد العشاء جاهز. الله ما تشوفي ولادك يا سكينه. يا ولد يا وائل ما تيلا بقى وبعدين معاك. انا هو يا لول شوفيك لبيك جاي لك يا حبيب قلبي. شايف ابنك يا سكينه؟ ربنا يخليك ليه يا سيادة اللواء. هو بيتدلع عليك ومن هيتدلع على مين بس؟
خد يا كريم. وانت كمان يا حبيبي. مش عاوز. ايه حد زعلك؟ لو تقولي بس مين زعلك. ما حدش عمل له حاجة. انت مالك انت؟ حد سألك؟ اسكت انت يا كريم. خد يا حبيبي. ماليش نفس. مش عاوز. في ايه؟ حد زعلك؟ انتوا مين؟ هو بابا ما قالكش؟ لا. اقول لك انا يا سيدي، مامتي هتكون مامتك وباباك هيكون بابايا، ونعيش كلنا نلعب ونضحك سوا. انتوا هتعيشوا معانا هنا؟ لا، انا عاوز اقعد انا وبابا بس لوحدينا. مش عاوز حد معانا. مش عاوز. مش عاوز. ليه كده يا مازن؟ ليه ما تقولش للولد ذنبه ايه المسكين ده؟ علشان خاطري تاكل. قلت لك مش عايز. ليه كده؟ انت متضايق علشان انا هاجي اقعد معاك؟ انا ممكن اروح اقعد عند تيتا. اروح؟ لا خليك. انت متضايق علشان ماما تيجي تقعد معانا هنا؟ ايوه. خلاص اخلي ماما تمشي معايا. لا خليك انت. ما انا مقدرش اقعد من غير ماما. اشمعنى انا كنت عايش من غير ماما؟ بس كان معاك باباك. وانت فين باباك؟ مات. ما عنديش بابا. وانا كمان ما عنديش ماما. خلاص انا مامتي تبقى مامتك وباباي يبقى باباك. معرفش. ايوه يبقى باباك، بس خليك معايا. وماما تبقى معايا، تبقى مامتك. طب يلا بقى كل، بس تاكل معايا. يا حبايبي كان قلبي هيقف لما لقيت الراجل جاي علينا امبارح. كان متهيألي اللي هو هيكلمني ويسألني على الموضوع اياه. يا راجل هو مجنون عشان يفضح نفسه؟ هو ساعتها الواحد قدر يفكر؟ ده الواحد تفكيره انشل. انا حاسس بحاجة غريبة يا جماعة، اللي احنا ممكن نتفضح في اي وقت. لعلمك بقى احنا ممكن نتفضح من غير اي حاجة. ازاي؟ لو ما قدرناش نجيب فلوس، وكمان لما يزيد علينا الألم هيضطروا يودونا الدكتور. ساعتها بقى نروح في 60 داهية. طب والعمل؟ يا ترى مش عارف. طيب طيب طيب. ايه ده؟ ايه ده؟ اه مين يا مجدي؟ حد قلبي بسرعة قبل ما بابا يشوفني. كملت. الله لا يا عم انت ما اديتوش. هي بتقول لك ايه يا مالك؟ بتقول لك ايه؟ بتقول لك ايه؟ فهمني. هموت. مجدي بسرعات الهباب. لا ما اقدرش، عمتي شايفاني. عم بعد اذنك علاء عاوز ليمون عشان صداع. هباب ايه؟ هباب ايه؟ انتوا بتتكلموا على ايه؟ مجدي بسرعه هات الهباب. اديني الهباب. اديني اي حاجه. اهو يا علاء. مش قادر. خد يا علاء. لا يا عمتي. لا عمتي. لا يا عمتي. لا 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 يا عمتي. الساعة بقت 11 والأستاذ لسه ما شرفش. جيب العوائل سليمة يا رب. ايه ده يا جاسر؟ زمانه جاي. مش يمكن يكون عند مجدي يا أبي؟ طلبته من ساعتين قال جاي. كل ده لسه في السكة؟ طب ما تطلبه تاني يا ابني عشان بس نطمن. حاضر يا ماما، اطلب الناس في نص الليل عشان اسال على اخويا، مش كده؟ اهو جيت. الحمد لله. اتاخرت ليه يا وائل؟ ما ترد يا استاذ. اتاخرت ليه؟
انا تعبان تعبان يا بيه. استنى عندك هنا وكلمني. اتاخرت ليه وبطل تمثل عليا؟ ارجوك يا بيه انا تعبان ومش قادر اتكلم كلمه واحده. يا حبيبي يا ابني سيبيه يا ماما، بلاش كلام فاضي. انت هترد عليا وتقول لي انت اتاخرت ليه؟ انت فاهم ولا لا؟ لا لا مش هرد مش هرد. انت بتعلي صوتك عليا؟ جاسم انت بتضربني يا بيه؟ انا بابا بس الوحيد اللي كان ممكن يضربني. انا ما حدش يضربني فاهمين ولا لا؟ انت هترد عليا يعني هترد عليا؟ كنت بذاكر مع اصحابي استريحت. كفايه بقى يا جاسم. لا مش كفايه يا ماما، درعك هو اللي بوظه. اسمع يا استاذ، من هنا ورايح مفيش مذاكره بره، المذاكره في البيت، كل المدرسين هيجوا لك هنا، مفيش خروج خالص. جاسم اهدى يا جاسم. اسكت انت، انت سمعت اللي انا قلته ولا لا؟ مفيش خروج بره، المذاكره في البيت. كده؟ طيب انا بقى من بكره هجيب صحابي وهقلب لكم البيت نادي، واذا كان عاجبكم بقى. محدش هيجي هنا. ليه؟ هو بيت ابويا زي ما هو بيتك، ولا انت بتحسب ايه؟ لا انا ليا في البيت ده اكتر منك. فوق بقى انتوا نسيتوا ولا ايه؟ لا انا وائل. فاهمين يعني ايه وائل؟ وائل اللي كان ابويا يتمنى كلمه منه، وائل اللي كان بيحل لكم مشاكلكم. انتوا فاهمين ولا لا؟ انا وائل 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 حبيبي. ليلى تفتكري هنجيب تأجير؟ ربنا يستر. اسكتي بقى عشان معلومات تفضل ثابته في المخ. راجعي راجعي. أنسة ليلى. كلمي يا ست. دلوقتي عايز ايه بس؟ صباح الخير. اهلا. عامله ايه؟ في ايه؟ في الامتحانات والمذاكرة طبعا. الحمد لله كويس. طيب مش محتاجة أي حاجة ممكن أساعدك بيها؟ لا شكرا. على فكرة كنت عايز أعرف أخوك فين يبقى. ليه؟ خير؟ خير إن شاء الله، عايزه في خدمة. ممكن؟ تحت أمرك. فين يبقى الدق؟ شكرا. أرجوك أرجوك ريحني من المعروف ريحني. هات فلوس يا حبيبي وانا هريحك على الاخر. انت فاكرها ايه؟ تكية؟ كل معي تدولك واللي سرقته تدولك ملاش حتى والأم أي حاجة. اسرق من برا يا حبيبي، بلاش تسرق من جوه. ما أنا فلست سيب الشغل مستقبل أمي وأبويا. لا أنا مالي، حد قال لك إني بلجأ ولا وزارة الشؤون الاجتماعية؟ فوق يا حبيبي، الحاجات دي أنا مش بلاقيها في الشارع، انا بجيبها بالعمله الصعبه يا حبيبي. وبعدين ما حدش ضربك على ايدك عشان تيجي هنا، ها؟ ده انت اللي جيت برجليك. بقول لك ايه، انا مش عايز اي فضايح هنا بعد كده، مفهوم؟ انا ممكن اجيب لك سياده الوالد من مركزه العظيم عشان يشيلك من هنا. لا بلاش بلاش اسمه مركز. يعني خايف عليه قوي؟ امال ايه اللي خلاك تتدهوي بالشكل ده؟ ما هو محدش هيلمك من هنا الا هو. ولا الاحسن تروح تجيب لك قرشين عشان تاخد الدواء بتاعك. فاضي الفضايح ليه وليا ولو مظبوط ولا انا غلطان يا كباتن؟ ده مؤاخذه انا ما رحبتش بيكم، اصل الواد ده قلقني من الصبح. هو لا مش ابنك؟ ابني؟ ده لو كان ابني كنت خلصت عليه قبل ما يبقى كده. ايوه بس
حضرتك قلت لنا اول مره جينا فيها هنا انه ابنك وكمان عيان. انت صدقت ولا ايه يا عندليب؟ امال ده يبقى مين يا عم؟ ده واحد زيكم كده بس فلس. ان 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 انت ان انت ما عندكش ابن. وان ان ان انت بتسال ليه؟ علشان تعتبره زي ابنك وتساعده. ده اللي زي ده ما تساعدش ابدا يا حبيبي. مش حضرتك اللي عملت فيه كده؟ لا ده اللي عملت فيه كده؟ ده مخه الزنخ ولا عمل فيه كده؟ ايوه بس هو كمان ما كانش يعرف ايه اللي بيتحط له في الشارع. انت هتحقق معايا؟ ها؟ لا ابدا. افتكرت. انا تحت امركم. معاكوا فلوس؟ لا لا. امال جايين ليه؟ انسوني؟ اقول لك ها لون يبقى سلم لي على جسر بيه. جسر؟ اوعى تنسى. عايز اقلك امشي اطلع بره. برنامج أفراح وتهاني، كل المتعة وعظيم الفائدة. مشاركة فيها تجسد أسمى معاني الحب والإخاء بين أفراد المجتمع الواحد. أفراح وتهاني السبت 11 مساء على ذكريات. نعود معكم مرة أخرى والعود أحمد. قدم أجمل الأصوات لهذا اليوم حقك علي. أحيا التراب والله ما دريت إن العين بحالي. هو سلسلة موسيقية راسخة بذاكرتنا. يا ليلة دهنا لا دهنا. وتر وسمر والمثل بيقول عمر الفن ما ينتهي. طعم العسل حالي وصف من نظرتك. وتر وسمر الأحد 11 مساء على ذكريات. طعم العسل حالي وصف من مسابقات المنظمة بين طلاب المدارس. صهيب الرومي رنين. إجابة موفقة في مختلف العلوم والفنون والألعاب والمهارات الرياضية. ستقدم جوائز قيمة. برنامجكم مسابقات خفيفة. مسابقات خفيفة الخميس 4 مساء على ذكريات. جامعة البترول والمعادن في الظهران، عامل الهندسة الكيماوية، كلية تصاميم البيئة، أحدث الأقسام الهندسية بواسطة الكمبيوتر. منطقة الإحساء وعاصمتها مدينة الهفوف. يا الله عشان مرات. ربوع بلادي الأربعاء 4 مساء على ذكريات.
جاي لحضرتك النهارده يا جاسر بيه، وبكل شرف بطلب ايد الانسه ليلى. ايوه بس ليلى دلوقتي بتمتحن طبعا ما انا عارف انها بتمتحن يا جاسر بيه، بس في الحقيقه انا كنت عايز اجي من زمان بس الظروف منعتني. الظروف ايه؟ موت الوالد الله يرحمه. على كده بقى الحكايه من بدري. لا 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 يا جاسر بيه، ارجوك ما تفهمناش غلط، انا ما فيش بيني وبين الانسه ليلى اي شيء سوى ان انا معيد في الكليه وهي طالبه عندي. انا اللي عجبني في الانسه ليلى اخلاقها وتربيتها والتزامها، علشان كده انا اخترتها من بين كل الطالبات عندي. طب ويا ترى ليلى رايها ايه؟ والله بقى دي مهمه حضرتك يا جاسر بيه، وزي ما قلت لحضرتك عن ظروفي ومرتبي وعيلتي مفهوم مفهوم، وده شيء مشرف جدا. متشكر جدا يا جاسر بيه. طيب ده الكارت بتاعي مع حضرتك، وممكن حضرتك تسال عليا زي ما يعجبك. انا طبعا مش هقدر اخد اي اجراءات في الحكايه دي لغايه لما ليلى تخلص امتحاناتها. هانت ان شاء الله يا جاسر بيه، وكلها اسبوع وتخلص على خير. المهم رايها وموافقتها والبركه بساعتك. ربنا يقدم اللي فيه الخير. متشكر جدا. السلام عليكم. مع السلامه. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعالي اقعدي يا ليلى. اهلا بالعروسه. عروسه؟ طبعا. ليه؟ قولي لي قبل عملت ايه في الامتحان؟ الحمد لله رجوله زي كل سنه، مش كده؟ مش باين. الله، ليه يا بنتي؟ اهو ربنا يجيب العقب سليمه. ما تقول لها يا جاسر. شوف يا ستي، النهارده المعيد بتاعكم في الكليه اللي اسمه خالد صالح جاني المكتب وطلب ايدك مني. لا مش عايزاه. الله، ليه يا بنت؟ دمه تقيل. ما ده اسمه كلام برضه يا ليلى، حد يقول كده؟ اتفضلوا يا شباب، اتفضل يا مجدي، اتفضلوا. ايش كنت تقول يا وائل؟ مين دول يا وائل؟ الله، ما انا قايل لكم من امبارح، انتوا نسيتوا ولا ايه؟ انتوا تفكروني بهزر؟ احنا اسفين قوي الحقيقة، وارد هو اللي صلي. جرايه يا مجدي، انت مكسوف ولا ايه؟ اتفضلوا يا جماعة اقعدوا، خدوا راحتكم. مفيش داعي يا وائل، الظاهر اننا جينا في وقت مش مناسب. يلا يا جماعة. على فين يا مروان؟ ما تهدى شوية، اهدوا يا جماعة. ماما من فضلك حضر لنا لقمة كده ناكلها، أصل احنا دايما ناكل عند عمة مجدي. النهاردة بقى قلت لهم هتتغدوا عندي. ده أخويا جاسر الكبير. مجدي طبعا حضرتك عارفه. ده بقى الاستاذ علاء، وده الاستاذ مروان، ده اخويا جاسر يا جماعه. ها ايه رايك في اصحابي؟ دول صحابي جوه المدرسه وبره المدرسه والمدرسه كمان. ايه رايك فيهم يا ابي؟ اهلا وسهلا، فرصه سعيده. ونحن اسعد يا فندم، ولكن في الواقع انا ما بتغداش بره البيت. سلام عليكم. استنى يا اخ علاء، استنى يا اخ علاء. ماما مجهزين لقمه بقى بسرعه. للاسف مفيش غدا في البيت، والاكل الموجود يا دوبك يكفي الموجودين. اذا كنتوا تحبوا تاكلوا بيض ولا فول ولا جبن ممكن، مش كده برضو يا امي؟ طبعا. بيض ليه يا ماما بس تحرجيني؟ ما انا قايل لحضرتك اللي انا هعزم صحابي بكره، ليه بس تعملي كده؟ ولا كل حاجه ما تخرجش كل حاجه؟ لا لا لا، وطي صوتك وانت بتكلم امك. خلاص يا جاسر، انا هروح اجيب لك قرشين تخرج بره مع اصحابك تغديهم في النادي في اي حته، اه تتصرف يا مش ممكن يا امي اللي انت بتعمليه ده. معلش يا جاسر، بلاش تحرجه قدام اصحابي. يا امي انت كده بتدي له فرصه يروي ده عن عطر. انتهينا يا جاسر، انتهينا. فرصه سعيده يا استاذ جاسر. اخوان احنا في انتظارك بره، يلا بينا يا جماعه. خد يا وائل. يلا يا حبيبي، روح مع اصحابك غديهم في اي حته. متشكرين يا ماما. اتصرف. علاء كان متضايق قوي. طب خلاص. يا رب انقذني من الورطه اللي انا فيها يا رب.
جاسر. جاسر. ايوه يا منى. خرجوا؟ ايوه خرجوا. تعال. ايه انت خارجه ولا ايه؟ ابدا يا ماما، افتكرتهم هيقعدوا مده طويله، فكنت هفضل محبوسه في الاوضه بهدوم النوم، فغيرت هدومي عشان افضل في البيت وحريتي. اه، ويعني هو وائل اللي كان هيأيد حريتك يا ست منى؟ مش وائل يا ماما، اصحابه. يا امي يا امي، عمايلك دي هي اللي هتبوظ الولد، واديني قلت لك اهو انت حره. اخوك مش بايظ يا جاسر، اخوك لسه صغير ومجروح من موت ابوه اللي راح منه فجاه. الله، لازم تقدر ظروفه شويه. يا امي انا عارف ظروف اخويا اكتر مني. يا استاذي، حل المشكله بسيط جدا، انك تروح لاهلها وتخطبها، وبكده مبقاش فيه مشاكل، لانك هتثبت حسن نيتك. هشام ارجوك ارحمني من اقتراحاتك الجهنميه هذه. يعني معقول اروح اخطبها لوحدي كذا من غير اهلي؟ وبعدين كيف اتصرف تصرف زي هذا بدون ما اخذ اذنهم؟ يا حبيبي، ما تضرب لوالدك والدتك تليفون، هي دي صعبة؟ ده البلد فيها مليون ترانك. يلا قوم بينا. يا أخي اجلس، أنت كل حاجة عندك سهلة كذا؟ مش المفروض أول حاجة أتصل بليلى وأشوف ظروفها؟ مش المفروض أعرف أهلها عمل معاها إيش؟ مش هي صاحبة المشكلة؟ يا ترى عملوا معاك إيش الآن يا ليلى؟ السلام عليك. ده عندك اول مره. طب تعالي اقعد اقعد استريح استريح. اعمل ايه بس يا ربي وانا لوحدي؟ اتصرف ازاي؟ الو، مساء الخير يا طنط، ممكن اكلم مروان؟ قولي له مجدي. ايوه يا مروان، بقولك ايه، اسمعني كويس، عايزك تنزل لاجزخانه ابوك دلوقتي، جيب لي حقنه كلى. ايوه الكلى زايده المره دي قوي عند عمتي، بس بسرعه والنبي يا مروان بسرعه ارجوك، اوعى تتاخر. طيب مع السلامه. اهدي شويه، تعالي اقعدي تعالي. طيب بابا، ايه اللي جابك هنا وازاي خرجت دلوقتي؟ لا ابدا يا بابا، اصل في واحد صاحبي اتصل بيا في التليفون وقال لي ان عمته تعبانه، فجيت اخد دواء من حضرتك. عندها ايه؟ ازمه كلى جامده جدا. هات حقنه خراجين وحقنه نورجين. لا دي ما تنفعش، ما عملتش معاها حاجه المره اللي فاتت، ده بيقول الم فظيع قوي. طب اسمع، انا هدي لك حقنه مورفين ولو ان ده ممنوع ولازم بروشته الطبيب، بس انا هصرفها على مسؤوليتي، ومن بكرة تروح للدكتور، فاهم؟ حاضر يا بابا. الحقنة ايه؟ اوعى حد يديها حقنة تاني منها، فاهم ولا لا؟ طبعا طبعا يا بابا. حد بيعرف يديها حقنة؟ مجدي بيعرف. طيب وتروح على طول، هتطمن عليك بنفسك. يا خبر ابيض، عربيتي اتخبطت. اقدر اعرف ازاي حضرتك تضرب عربيه واقفه جنب الرصيف الا اذا ما كنتش في حالتك الطبيعيه؟ انا اسف يا استاذ، وتحت امرك في اي حاجه. تحت امره ايه؟ هي فلوس الناس لعبه ولا لعبه؟ روح انت يا مروان، يلا. هسيبك لوحدك يا بابا. روح الحق الست العيانه يلا. صحيح، بس راجع لك تاني. سلام. هقول لك ايه، اتفضل. مع السلامه. نمت؟ ايوه. بس ايه ده؟ ده سحر يا ابني. بس بقول لك يا مجدي، بابا قال لي هتاخد حقنه واحده بس. اشمعنى؟ مش عارف، الظاهر انها غاليه قوي. الله، احنا بنتكلم بصوت واطي ليه؟ ماشي هتسمعنا.
والله يا مروان ما حد عايز الحقنه دي قدي. الصداع هيجنني وجنابي وجعاني قوي. الله، ده انا كمان جنابي وجعاني وعندي صداع. حالتنا بقت ما يعلم بيها الا ربنا يا مروان. الله، بقول لك يا مجدي، انا عايز اطلع نسخه على المفتاح ده ضروري، ولازم يرجع لاجزخانه حالا. قلت ايه يا طنط؟ اظن انا جايه من بدري اهو عشان اقول لحضرتك، وده فرحي، مش معقول ليلى ما تحضرش. الف مبروك يا حبيبتي، بس في الحقيقه ده في بيتنا يا طنط، ولسه بعد الامتحانات ما تخلص، ولو حضرتك عايزه تيجي اتفضلي. انا ما بروحش افرح ابدا بعد المرحوم ما مات يا حبيبتي، وبعدين وائل بيذاكر وجاسر لسه متجوز جديد زي ما انت عارفه، وملخوم في شغله وفيها ايه يا ماما لما تروح ساعتين؟ اهو اسمه تغيير، وبعدين هي ما بتخرجش خالص. يعني ايه تخرج بالليل وترجع بالليل؟ هي فوضى، احنا ما عندناش بنات تسهر لوحديها بره. وبعدين يا منى، لما اكون بتكلم في حاجه تخص اولادي ارجوك انت ما تتدخليش، لان دي تربيه ومش لعبه. ماما منى ما تقصدش حاجه. انت تسكتي خالص، مش كفايه اللي حصل النهارده؟ ماما ولا كلمة، انتهينا. طب ما تخلي مدام منى تيجي معاها يا طنط. وهي منى برضو تقدر تخرج لوحديها بالليل؟ اظن دي حاجة تخصني انا وجوزي يا ماما. يعني ايه؟ يعني لو جوزي وافق اخرج هخرج، مش كده برضو؟ وهو جوزك يقدر يوافق على حاجة زي دي؟ ايوه يقدر. لا ما يقدرش، لانه متربي كويس ويعرف الاصول. يعني حضرتك تقصدي ان انا مش متربية؟ خلاص خلاص يا جماعة، مش هروح افراح، استريحتوا؟ مش معقول كده، ليل ونهار خناق خناق خناق، حرام عليكم بقى. موجود هنا. وبتذاكروا فين؟ ليه؟ اسألي ليه يا ريم؟ أبدا، بطمن عليك. لا لا لا، طمني طمني. أنتوا في سنة واحدة يا علاء. أنت مالك يا ريم؟ طب آخر مرة شفتهم إمتى؟ النهاردة الصبح. في حاجة تانية؟ إزاي؟ دول ما راحوش المدرسة النهاردة. بشوفهم وانا رايح المدرسه كل يوم الصبح، والنهارده ما شفتهمش، بقالي مده ما شفتهمش، حتى النهارده دي الحكايه. تعرف حد فيهم؟ انا طبعا لا. انت ليه بتقولي كده؟ بسال عليك عشان برضه اطمن، عشان اختي. لا اطمن قوي. أسئلة كثيرة تحتاج لأجوبة. رسالة وردتني من المرسلة أم بسام. اقتراحات بناءة. لكن قضية يا إخوان التشاؤم وكون الإنسان يقول هلك وكل الناس مات وخلاص نزل عليكم العذاب، لا يا أخي. مشاكل وحلول. بعدما كبر يشكو من زوجته وأنها بدأت
لا تقوم بحقه. منكم وإليكم الجمعة الرابعة مساء على ذكريات. أبطال حبيناهم، وكانت المواجهة بالحلبة بينهم حتمية. فنون قتالية وحركات قوية ما ننساها تشعل الحماس فينا. ونبقى منتظرين الفائز للنهاية في مصارعة حرة. مصارعة حرة الثلاثاء 11 مساء على ذكريات. مسابقات المنظمة بين طلاب المدارس صهيب الرومي رنين. إجابة موفقة في مختلف العلوم والفنون والألعاب والمهارات الرياضية. ستقدم جوائز قيمة. برنامجكم مسابقات خفيفة. مسابقات خفيفة الخميس 4 مساء على ذكريات. تحديات ومواقف مضحكة. بين فريقين يتنافسان على الألعاب المفتوحة من مختلف مناطق المملكة. فأي فريق راح يكون البطل؟ ألعاب مفتوحة الثلاثاء 4 مساء على ذكريات. أنا مش هقدر أستحمل مامتك أكتر من كده يا جاسر. وبعدين بقى منى، ما أنا قلتلك رياحي نفسك وما تتدخليش في الحاجات اللي تخصها، وخليكي بس في الحاجات اللي تخصنا. يعني إيه؟ إزاي يا جاسر؟ يعني المفروض أن أقعد على الكرسي أبقى زيه وما أكلمش ما فهمش أسمع وما أنطقش؟ لا يا جاسر، أنا ليا رأيي، ليا كياني. مرايا منى، أنت هتقولي خطب ولا إيه؟ أنت فاكرة نفسك في الانتخابات؟ بتتريق عليا يا جاسر؟ لا ما بتريقش، بس كفايه كمان اللي انا فيه. وبعدين انت المفروض تبقي معايا مش تقفي ضدي. انا ضدك يا جاسر؟ دي اخرتها يا منى. يا منى المفروض الاقي عندك اللي انا مش لاقيه بره عندهم. انت شريكتي في كل حاجه، انت شريكتي في حياتي. هو نصيبك جه كده بقى تعملي ايه؟ ده اللي قدرت تقوله. ما انا عاوز اقول لك ايه، كنت فاهم منطق الاصول. نعم افهم امي الاصول بقى بعد العمر ده كله اروح اعلمها ازاي تتكلم؟ ما ده اسمه كلام بقى؟ هي دي الاصول يا ست منى؟ جاسر انا مش قادر استحمل مامتك اكتر من كده. مامتك يا جاسر؟ مالها مامت يا ست منى؟ عاوزاه يضربني ولا يأدبني؟ انا مش هرد على حد. لا ردي، فهميني انتي. ارجوك يا ام، ارجوك اتفضلي انتي روحي استراحي وسيبينا احنا لوحدنا. اسيبك؟ طبعا، ما دي اخرتها. ده بدل ما تقول لمراتك عيب ما يصحش. يا امي يا امي ارجوكي، انا اعصابي تعبانه وعندي شغل لازم اخلصه دلوقتي. وانا اللي مبوظ اعصابك يا استاذ؟ طب ما تقول لمراتك اللي مش عاجبها العجب وعاوزه تغير نظام حياتنا على مزاجها هي. عاجبك كده يا ست منى؟ اتفضل يا استاذ، رد على ست والدتك. هيرد يقول ايه؟ يقول لي خلي مراتي تمشي البيت زي ما هي عايزه ولا تربي ولادك على مزاجها؟ لا لا يا ست هانم، ده كل بيت وله اصول ماشي عليها وده نظامنا احنا. ما تقول حاجه يا جاسر. رايح فين يا جاسر؟ سايبني لوحدي.
سايبك مع اللي هياكلوكي مش كده؟ حرام عليك يا جاسر. حرام عليك انتوا بقى، حرام عليكوا. انا ما بقتش عارف اركز في حاجه. ده هروب يا جاسر، لازم تحل مشاكلنا قبل مشاكل اي حد. لا يا هانم، مشاكل اخواته اهم منك. كفايه بقى كفايه، خلاص انا هسيب لكم البيت وامشي. الله، هتروح فين دلوقتي يا ابني؟ هروح في 60 داهيه، هروح مطرح ما اروح. عاجبك؟ الواد وائل اتاخر قوي. وبعدين العمل ايه؟ طب بقول لك ايه، ما تكلمه في التليفون. انت شايف كده؟ اه طيب. ايوه مساء الخير. ايوه موجود. نقول له مين؟ مجدي. ازيك يا مجدي؟ وازاي عمتك يا ابني، عامله ايه؟ والله يسلمني عليها قوي. حاضر حاضر، دقيقة واحدة بس. تليفون عشانك يا وائل. الو. ايوه مجدي. ايه؟ طيب طيب، انا جاي حالا، مسافه السكه. ايه في ايه يا وائل؟ خير؟ عمد مجد تعبانه قوي وهو قاعد لوحده ومش عارف يتصرف. ايه ايه؟ طب ما تجيبها تيجي تقعد معانا هنا. لا يا ماما مش هتقدر. طب وهتعمل ايه لوحدك معاه هناك؟ نوديها اي مستشفى او نجيب لها اي دكتور، المهم لازم اتصرف بسرعه. لازم. ربنا يستر يا رب. خايف قوي يا جماعه. بقول لك ايه، انا مش ناقص رعب. جاي انت عيل تهوى، وبعدين مفيش وقت. انا لازم امشي، انا سايب عمتي لوحدها. ايه انت عيل؟ يلا عمتك نايمه ومتسلطانه على الله. يلا يا جماعه مفيش وقت. مروان لا، هات المفتاح. معاك البطاريات؟ اه ده شويه. يعني ايه؟ مش جايب حاجه نفتح بيها الدرج؟ معايا بسرعه. صداع صداع يا جماعه، انا مش قادر استحمل. ما انا قادر تستحمل الالم اللي احنا فيه ولا فضحتنا؟ فضحتنا قدام اهلينا لما يعرفوا. هات. ابوك غني قوي يا مروان، وما
امال بخيل معاك ليه؟ دول يكفونا قد ايه دول؟ يكفوا بقى زي ما يكفوا، ولما يخلصوا يبقى نجيب غيرهم. هو ابوك لسه ما بعتش فلوس؟ لا، هو بعت واحد لعمتي، بس اوعى حد يقول نسرقه. المهم يطلعوا كام دول. يلا يا وائل متخافش، بتاع باكو. يا خبر اسود، ده اكيد ابويا. خلاص راح لفتاني. برضه صوتك ده هو. بس الحمد لله ده واحد كان ماشي في الشارع. يلا بينا بسرعه. حتى لو كان ابويا كان قلبي وقف. يا اخي ما تخافش. يلا بصوت واطي، بصوت واطي. هات استنى. يلا يا مجدي. نعم. خد ده، خد بالك، خد خد الحقن دي لعمتك. ماشي، خد. يلا بسرعة. يلا بسرعة. حد يطلع يشوف الطريق. أنا لا، أنا الحق. طب خد بالك. ربنا يستر. مجدي هات الإخية ده بسرعة. خد الورق. ادخل ادخل. ابويا هموت. اسكت، ربنا يستر. يلا بينا. ايه اللي جابك دلوقتي يا جاسر؟ عندك تحقيق ولا حاجه؟ لا ابدا، عندي قضيه ولازم ادرسها كويس. طب ما قعدتش في البيت ليه؟ بيت هو ده بقى بيت؟ الله 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 الله، لحقنا اشتكينا من الجواز ولا ايه؟ مش ده كان حلم حياتك يا سيدي؟ جواز ملوش دعوه، انا الاموري مش عاوزه تتصلح. مراتي وامي عامل زي ما اكون متجوزهم هما الاثنين. ما هي دي حاجه مفروغ منها. هو حد يحط البنزين جنب النار؟ وطبعا كل واحده فيهم بتطالبك في احقيتها وملكيتها، وعايزاك توقف جنبها عشان تثبت هذا الحق وهذه الملكيه، وهنا تكمن الماساه يا سيدي. طب والحل؟ تفصل الاثنين عن بعض. ليه؟ ابدا، تاخد مراتك وتعيشوا لوحديكوا يا بطل. منين؟ ما انت عارف كويس البير وغطاه. ايوه عارف، وعارف كمان ان ابوك سايب ارضه زراعيه لهم كلها دلوقتي ملك لامي. طب وماله؟ وماله وماله يعني ايه؟ انا ابويا قبل ما يموت وصى امي انها ما تبيعش ايراد واحد من الارض طول ما هي عايشه. يا سيدي ناقشها، ناشد عواطفها وحنيتها يا حبيبي، ده ما فيش احن من الامهات في الدنيا. حاولت وفشلت فشل ذريع، والمسائل هتعصلك اكتر دلوقتي، خصوصا لما الامور اتأزمت قوي بينها وبين مراتي. شوف يا جاسر، ربك يحب عبد اللحوح. المهم انا هتكل لدام، انت هتقعد هنا. سلام. سلام. مع الف سلامه، تروح وترجع بالسلامه. اتفضل. مع السلامة. أنت هشام بيه؟ السلام عليكم. أهلا وسهلا. قدها بقى ولا مش قدها؟ قدها وقدود. اتفضلوا اتفضلوا، تعالوا اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. ها؟ تحبوا تقعدوا هنا ولا في المخصوص؟ وإيه بقى؟ وإيه بقى هو المخصوص ده؟ حته هاديه
والصنف بس اغلى. وماله؟ نجرب. اتفضلوا شرفوا الدرس. اتفضلوا. اتفضل يا لولو. اتفضل اخويا. اتفضل. اتفضل ابو الامجاد. اتفضل عبد الريم. اتفضلوا اتفضلوا. يا اهلا وسهلا. مفيش اي كسر. الباب ده مكتوب بالمفتاح. تمام يا فندم. انا لما شفت الحراميه شفتهم وهم بيقفلوا الباب، ولما جريوا جريت وراهم، ولما ما لحقتهمش رجعت تاني. مفتاح الاوزخانه بتاع حضرتك موجود معاك؟ ايوه معايا. اكيد حد عمل عليه نسخه. في حد مع حضرتك في الاوزخانه؟ معايا المساعد بتاعي. طب اتفضل حضرتك معايا وانا هبعت استدعي. اتفضل. في حد تاني غيرك عنده مفتاح يا دكتور؟ ايوه المساعد بتاعي. ومين اللي بيقفل ويفتح كل يوم؟ هو. لكن ده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه يا جاسر انت عندك شغل ولا ايه؟ ايه اللي جابك دلوقتي؟ انا مش قلت انك مروح؟ ايوه قلت اقعد معاك شويه اصل زهقت بصراحه. طب تعال اقعد. هقعد بس مالكش دعوه بيا. خلص شغلك انت وتفضل. يا دكتور كمل وبعدين. بقول يعني المساعد بتاعي ده بقاله معايا 10 سنين وراجل موضع ثقة وأمين. أنا مش عارف ده حصل إزاي. يعني ما بتشكش في حد تاني؟ أبدا. هيكون مين يعني؟ طب حاول تفتكر كده يا دكتور. أنت سبت مفاتيحك فين النهاردة؟ ما رحتش حتة كده ولا كده؟ لا أبدا ما رحتش. وبعدين انا ما بسيبش مفاتيحي خالص.